دلوقتي تعالوا نروح مره تانية لزميلتنا دينا شرف عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا دينا وصباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. دلوقتي فعلا جه ميعادنا مع جولتنا المروريه وهناخد حضراتكم نبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي والناس بدات تنزل. هنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي رمسيس وغمره، هنلاقي فيه سيوله مروريه. اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات نسبيه. لو رحنا لمصر الجديده وتحديدا شارع الخليفه المامون هنلاقي هناك سيوله مروريه مكمله لحد شارع وكوبري الحجاز، والمصر الجديده لشارع صلاح سالم في سيوله مروريه كبيره، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضه هناك برضو في بعض الكثافات البسيطه. بالنسبة لطريق الكورنيش القادم من المظلات في سيولة مروريه نسبية مكملة حتى منطقة وسط البلد، واللي مكمل حتى منطقة المعادي وحلوان هيلاقي برضو في سيولة مروريه. حابين نوضح لحضراتكم الإدارة العامة للمرور أعلنت أن الغلق الكلي لنفق اللواء بقي زكي بيتطلب تخفيف أحجام المرور، وده بغلق مطلع كوبري المشير شارع التسعين بالطريق الدائري للقادم من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبري 90 من الطريق الدائري للقادم من مناطق المعادي حتى انتهاء الأعمال. هنستكمل جولتنا معاكم بشوارع الجيزة، وفي سيولة مروريه نسبية على محور صفت اللبن. السيولة هتبدأ تقل وتظهر كثافات عند الوصول لشارع السودان، ونفس الأمر في كوبري عباس والجامعة والجيزة، وكمان بتظهر كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السريات. أما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين، وفي كثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي. أما شارع الهرم فبيشهد كثافات مروريه من شارع العشرين حتى الطلبية. المحور في كثافات مروريه للقادم من أكتوبر حتى محور ميدان لبنان، وبتزيد الكثافات دي مع ساعات الذروة الصباحية. حابين نعرف حضراتكم ان الاداره العامه لمرور الجيزه اجرت عمليه غلق جزئي لشارع الاهرام لتنفيذ اعمال محطه مترو وسط تواجد الخدمات المروريه لمتابعه حركه السيارات، والغلق بدايه من تقاطع شارع الهرم مع شارع المستشفى وحتى تقاطعه مع طريق المريوطيه. هنروح معاكم لمحافظه القليوبيه. الطريق الزراعي القادم من بنها بيشهد سيوله مروريه بتقل قبل الدائري، وبتحصل كثافات اسفل الدائري بسبب اعمال توسعه الطريق وانشاء كوبري دوران للخلف. اما المتجه الى بنها ففي ايضا سيوله مروريه. القادم من شبرا بنها ومتجه الى منطقه شرق القاهره مدينه نصر ومصر الجديده من الافضل ان هو يسلك محور الفريق العصار. ولو رحنا للطريق الدائري هنلاقي فيه سيوله مروريه بتقل عند بعض طلعات الدائري. ومكملين جولتنا وهنروح لعروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه، وهنلاقي فيه كثافات موجوده في بعض الطرق. هنلاقي فيه كثافات مروريه عند محطه الرمل بتبدا تقل لحد ما نوصل لشارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطه ونسبيه واصله لحد طريق الحريه. وبكده انتهت جولتنا المروريه. هرجع مره تانيه لمصطفى ودينا عشان نبدا معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.